المستشفى هذا مركز ديال الصحة النفسية والعقلية اللي كيفتح الأبواب ديالو هذا غادي يجي باش يعزز العرض الصحي وداخل في التوجيهات ديال صاحب الجلالة لتعزيز العرض الصحي على المستوى الوطني ولا سيما الأهمية ديال الصحة النفسية والعقلية. وحنا كنعرفوا المغرب كيعرف أوراش جد مهمة اليوم والورش الملكي الكبير ديال تعميم التغطية الصحية، فبالتالي المقاربة اللي خصها تتبعو هي سياسة ديال القرب. وهذا من بعد ما كان المستشفى عرف واحد الظروف جد صعيبة وكان سد الأبواب ديالو، اليوم تيتعاد الافتتاح ديالو اللي باش يخدم السكينة ديال هاد المنطقة هذه ويحيد عليها العناء ديال التنقل يعني مؤسسات صحية أخرى. فعرف واحد يعني تهيئة جد مهمة كيحتوي على نظام معلوماتي اللي غادي يخلي واحد تتبع رقمي المريض، لأن غيتوفر على واحد الملف طبي رقمي اللي يمكن له يستفد من العلاجات فين ما مشى. وكنعرفوا حنا المشكل ان بالنسبه للصحه النفسيه ان التتبع ديال العلاج كيكون صعيب عند هاد المرضى، فبهاد القضيه ديال الرقمنه غتخلي فين ما كاين شي مؤسسه ان شاء الله باذن الله منين نعمموها على الصعيد الوطني غيمكن له يستافد بالعلاجات. وشكرا.